oh نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نعيش في أجواء الآخرة، وإذا واحد عاش في أجواء الآخرة يعيش معادلات ثانية، لأن بعد يرتفع عن هذه معادلات الدنيا نظر إلى مكان آخر مثل أنتم إذا تعبرون مثلا جسر وقصدكم مكان معين أصلا الجسر ما هذا مصبوغ مو مصبوغ أعوج مو أعوج أصلا أنتم فكركم في مكان آخر واحد اذا عاش اجواء الاخره يرتفع عن ضغط هذه الدنيا هذه النماذج التي نجدها في التاريخ النماذج العجيبه كيف ارتفعوا لانهم عاشوا اجواء الاخره إبراهيم ابن أدهم كيف ترك الملك شنو قيمة الملك إذا واحد لاحظ الآخرة بعد يحقر ملك الدنيا في نظر ترك الدنيا وراح وهام على وجهه في الصحراء أو في المدن ذلك الحطاب الذي تحول إلى ملك قال للمسيح ابن مريم انت اللي عندك هذه القدرة لماذا لم تصنع لي ذلك لك ذلك قال احنا فكرنا في مكان اخر قصة جدا مطولة وجدا لطيف المسيح قال احنا فكرنا في مكان ثاني هذه الدنيا ما لها قيمة الحر شلون اتخذ هذا الموقف الذي ربما لا يوجد له نظير في التاريخ؟ لأنه قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، فكره راح إلى الآخرة. تمكن أن يتخذ هذا القرار. ذلك الرجل اللي كان والي لبني أمية، شلون تخلى عن كل أملاكه في لحظة واحدة؟ حتى احتاج الى ثياب عندما دخل عليه صاحبه خاطبه من وراء الباب تخلى حتى عن ثيابه وبعد كم يوم مات ايضا هذا ليش؟ لانه عاش اجواء الاخره العيش في اجواء الاخره يخلق في داخل النفس طاقه هائله ويجعل الدنيا في نظر الفرد حقيرة إلى أبعد الحدود. ولذلك في الحقيقة نحن يجب أن نعيش في أجواء الآخرة، وأن نذكر الآخرين بالآخر. الوالد رحمه الله كان يقول الخطباء ينبغي عليهم في كل خمس خطب مثلاً، خطبة واحدة تكون عندهم حول الآخرة لأن أنت شلون تتمكن أن تحرك هذا الفرد هذا الفرد المشدود بالدنيا هذا الفرد المثقل إلى الدنيا الله تعالى يقول اثاقلتم إلى الأرض هذا شلون تحرك الآخرة أكبر محرك المنابر القديمة هو كان فيها موعظة وتذكير هذا يجب ان يعاد. هؤلاء الشباب اللي في بلاد الغرب في معقل الانحراف والفساد والاباحيه شلون يتمكنون يقاومون؟ هذا اللي عنده ايمان حقيقي بالاخره هو اللي يتمكن يقاوم.